قصف بالطيران الحربي على مدينة اللطاملة بريف حما. قصف بالطيران الحربي على مدينة اللطاملة بريف حما الشمالي، والدخان يتصاعد. الطيران الحربي يقصف مدينة اللطاملة بريف حما. الطيران الحربي يقصف مدينة اللطاملة بريف حما الشمالي، والدخان يتصاعد. 10/8/2016 ولا يزال الطيران الحربي في الأجواء. ولا يزال الطيران الحربي في أجواء ريف حما الشمالي.